الراجل في الملعب اهلاوي 90 دقيقة على المكسب اهلاوي نلعب لنادي الوطنية اهلاوي الفوز ده ليك حاجة عادية اهلاوي اهلاوي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، وتغطية خاصة للقاء الأهلي والإسماعيلي، المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع، أو الإسماعيلي والأهلي، الإسماعيلي صاحب الأرض في هذا اللقاء. على مدار التاريخ الأهلي والإسماعيلي أحلى كرة في مصر النادي الأهلي، أقوى كرة هجومية النادي الأهلي، مع فرقة من الفرق اللي بتحب تلعب كرة مفتوحة، وهي فرقة الإسماعيلي، ودائما وأبدا ما بتكون لقاءات الفريقين على أعلى مستوى ودائما غزيرة بالأهداف. مواجهات الفريق أمام حضراتكم، بطل الأهلي بطل الدوري 95، وادي لقاء 4-3 فاينل إلا دوري اللي استطاع فيه النادي الأهلي الفوز بأربع أهداف. كان رمضان الطائر محمد رمضان هاتريك، وأيمن شوقي أحرز الهدف الرابع، من اللقاءات الجميلة جدا 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 اللي الكل الأهلاوية بيحبوها، وهذه الفترة من أفضل فترات النادي الأهلي من حيث كرة القدم، كابتن ألان هاريس والكرة الجديدة، وبداية بقى 4-4-2 اللي بعد النادي الأهلي الكل أخذها وطبقها. خلينا نقول لحضراتكم أن أول مواجهة ما بين الفريقين كان في 19 نوفمبر 48 في بداية الدوري العام، كان نادي الإسماعيلي موجود، واستطاع النادي الأهلي الفوز بهدفين مقابل لا شيء. أحمد مكاوي لاعب النادي الأهلي أحرز هذه الأهداف، كان عبر التاريخ في لقاءات تاريخية وأهداف من نار. 8-0 نادي الأهلي موسم 57-58 الأسبوع الـ12، والأسطورة صالح سليم 7 تجوان في ماتش واحد في لقاء الأهلي والإسماعيلي، وكان السيد عطية توتو حط الهدف السابع. والمفارقة أن كابتن طارق سليم والنادي الأهلي كسبان 8-0 ضيع ضربة جزاء، وكان هيبقى سكور كبير جدا. خلينا أفكر حضراتكم ان في موسم 96-97 كنت حضراتكم شفتوا هدف سمير كمونة ونجم الدفاع في هذا التوقيت، كان النادي الأهلي فاز في الأسبوع 18 6-0 على الإسماعيلي في الإسماعيلية. كان محمود أبو الدهب، هشام حنفي، وليد صلاح الدين، ومشير حنفي، وأحمد فيليكس. واللقاء اللي حضراتكم شايفينه في الأسبوع الـ25 موسم 2004-2005 6-0 للنادي الأهلي برضو في الإسماعيلية، محمد بركات هاتريك، والهداف عماد متعب، والماجيك محمد أبو تريكا، وكان أسامة حسني أحرز السداسية. كل الأرقام وكل المواجهات في صالح النادي الأهلي، النادي الأهلي أحلى كرة في مصر، دائما بيلعب على الفوز، وتلاقوا في هذه اللقاءات ممكن السكور يفتح، لأن كلا الفريقين بيلعبوا كرة هجومية، كرة ممتعة، وده عنوان لقاءات الأهلي والإسماعيلي. النادي الأهلي نادي القرن، بطل الدوري بطل الكاس في مواجهة أمام نادي الإسماعيلي، وعلى مدار آخر السنتين برضو كان الفوز حليف النادي الأهلي. النادي الأهلي تفوق على الإسماعيلي ذهابا وإيابا في الموسم الماضي بهدف مقابل شيء، وحضراتكم تابعتوها طبعا معنا على شاشتنا، شاشة قناة الأهلي. تعالوا نروح على تاريخ المواجهات بين النادي الأهلي والنادي الإسماعيلي ونقوله مع حضراتكم.
النادي الاهلي والاسماعيلي عدد المواجهات لعبوا مع بعض 111 مواجهه، طبعا عدد مواجهات كبير لان النادي الاهلي كان مشارك من اول مواسم الدوري الممتاز. النادي الاهلي حقق 57 فوز على النادي الاسماعيلي، 22 فقط للدراويش، 32 حاله تعادل بين الفريقين، والهدافين زي ما قلت لحضراتكم كابتن الاسطوره كابتن صالح سليم، وايضا الاسطوره احمد مكاو واحد من الهدافين، و حريفة الكرة المصرية بداية الحرفنة في الكرة المصرية كان أحمد مكاوي 10 أهداف، الهداف التاريخي كان عوض عبد الرحمن للنادي الإسماعيلي بخمسة أهداف، 163 هدف نادي الأهلي أحرزهم في شباك الدراويش، و92 هدف فقط للنادي الإسماعيلي، وهدافي هذا الجيل الحالي طبعا نجم النادي الأهلي عبد الله السعيد 3 أهداف، وحسني عبد ربه كان احرز هدف وحيد في النادي الاهلي، ده هدف الجيل الحالي بالنسبه للنادي الاسماعيلي، وبيبين لحضراتكم تفوق الاحمر في هذه المواجهات. الاهلي والاسماعيلي دائما وابدا لقاء في كره حلوه، هو ده العنوان لهذه اللقاءات على مدار التاريخ. نكمل مع حضراتكم واحصاءات الفريقين في عدد المواجهات والمشوار، هنشوف مع حضراتكم ده مباريات الاسبوع العاشر. خلينا نفكر حضراتكم ان الاتحاد السكندري هيواجه مواجهه صعبه امام طنطا يوم الثلاث ان شاء الله 28 نوفمبر في الساعه 6 مساء، والرجاء الجريح مع الكابتن عماد النحاس يبحث عن اي شيء امام وادي دجله مع احمد حسام ميدو، والتعادلات هيبقى الساعه 3 الا ربع ان شاء الله يوم الاربعاء 11 نوفمبر. مصر المقاصة أمام بتروجيت مواجهة صعبة للغاية، والكابتن عماد سليمان واحد من نجوم الدرويش، والكابتن محمد يوسف المدير الفني الكفء لفريق بتروجيت في الخامسة مساء الأربعاء. طلع الجيش يستضيف نادي الزمالك، وكلا الفريقين يبحث عن الثلاث نقاط في الثامنة مساء في مساء الأربعاء، والأسيوطي أسبورت يستضيف المصري البورسعيدي في الساعة 3 إلا ربع يوم الخميس 22 نوفمبر بإذن الله. ثم مواجهة صعبة ما بين النصر والإنتاج الحربي المتحفز بعد الهزيمة أمام النادي الأهلي في تمام الخامسة يوم الخميس، والمقاولين العرب اللي بيقدم نموذج جديد في كرة القدم هذا الموسم، فرقة شكلها جميل جدا، أيضا في مواجهة صعبة أمام فرقة ابتدت تلعب كرة جميلة مع الكابتن إيهاب جلال وهي فرقة نادي إمبي في الثامنة مساء الخميس إن شاء الله في 22 نوفمبر. دي المواجهات الاسبوع العاشر بنفكر فيها حضراتكم عشان تكون معانا في الصوره، والدوري المصري الممتاز هذا الموسم متغير تماما من حيث المتعه والاثاره. نكمل مع حضراتكم مباريات الاسبوع العاشر، النادي الاهلي وامام الداخليه في 8 الساعه 8 مساء الجمعه 24 نوفمبر. النادي الاهلي و بعد عقبة الإسماعيلي اليوم هيواجه الداخلية وكابتن علاء عبد العال واحد من أبناء النادي الأهلي، وفرقة الداخلية من الفرق اللي بتلعب كرة دفاعية ولكن بالشكل الإيطالي المرتدات السريعة، ده هيكون عنوان أمام النادي الأهلي. ونادي الإسماعيلي اللي بيواجه النادي الأهلي اليوم هيكون في مواجهة أمام سموحة في الخامسة من مساء الجمعة 24 نوفمبر بإذن الله. نروح لمشوار النادي الاهلي في الدوري العام حتى الان في هذا الموسم. النادي الاهلي كان تعادل امام طلائع الجيش بهدف مقابل هدف، كان فاول احرزه احمد الشيخ، والنادي الاهلي بعدها تفوق على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل لا شيء، ثم اكتسح الرجاء باربع اهداف مقابل هدف قبل ان يفوز على الانتاج الحربي في مواجهه ما كانتش سهله بهدفين مقابل هدف في آخر المواجهات قبل أن يذهب إلى مواجهة الإسماعيلي في المباراة المؤجلة. النادي الأهلي حتى الآن لديه العديد من المؤجلات، حطته في المركز الـ11 في الدوري العام برصيد 10 نقاط. النادي الإسماعيلي في الصدارة، صدارة الترتيب حتى الآن بـ20 نقطة، ولكن من 8 مباريات النادي الأهلي لعب 4 مباريات فقط حتى الآن. مشوار الاسماعيلي الدرويش في الدوري العام حتى الان نشوفه مع حضراتكم، فاز على الاتحاد السكندري في اول المواجهات باربع اهداف مقابل هدفين، وكان متاخر في هذا اللقاء على فكره بهدفين، ثم عاد كامباك كبير جدا باربع اهداف، تعادل مع المقاولين العرب ولقاء ابناء العامه بهدف مقابل هدف، ثم تفوق على الاسيوطي سبورت بهدفين مقابل لا شيء، ثم فاز على الانتاج بهدف مقابل لا شيء، ثم فاز على الداخليه بهدفين مقابل هدف،
ثم فاز على المصري البورسعيدي في ديربي القناة بهدفين مقابل هدف قبل أن يسقط في فخ التعادل أمام إمبي بهدف مقابل هدف، ثم يتفوق على طنطا العميد للغاية في هذا اللقاء بهدف مقابل لا شيء، ويذهب إلى مواجهة الأهلي في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع في الدوري العام. نفكر حضراتكم بموقف الفريقين في الجدول. الإسماعيلي من 8 مباريات في المركز الأول 20 نقطة، تعادلين فقط وستة فوز، عنده 14 هدف عليه 6 أهداف والفارق 8 أهداف في مصلحته. نادي الأهلي من 4 ماتشات 3 فوز تعادل 1 9 أهداف وعليه 3 أهداف 6 أهداف في الفارق الأهداف في مصلحته ب10 نقاط. النادي الأهلي لعب 4 ماتشات فقط ونادي الإسماعيلي لعب 8 ماتشات. نادي الإسماعيلي حتى الآن هجوم إلى حد ما معقول ودفاع إلى حد ما معقول، 6 أهداف في 8 ماتشات ما هياش المستوى المطلوب بالنسبة للفرقة بتنافس على مستوى الدوري العام حتى الآن، ولكن لسه مشوار الدوري طويل. نروح لهدافة الفريقين في بطولة الدوري العام حتى الآن، الإسماعيلي والنجم الكولومبي دييجو كالديرون. حتى الآن الهدف الكولومبي 5 أهداف لمصلحة الدرويش وهو العنوان الرئيسي ومكنة التهديف للدرويش هذا الموسم، وللنادي الأهلي في 2 من النجوم المحترفين جونيور أجايي النجم النيجيري ووليد أزارو النجم المغربي بهدفين، ومكانة أزارو ابتدت تستعيد ذاكرة الأهداف مرة تانية، أحرز هدفين أمام الإنتاج وكان أحرز هدف أمام تليفونات بني سويف، وإن شاء الله ربنا يزيد ويبارك في عدد الأهداف لهذا النجم وأيضا لجونيور أجايي من اللعيبة اللي عندها حلول كتير جدا وبتفيد في أي مكان هو بيلعب فيه سواء في رأس حربة صريح أو رأس حربة متأخر. تعالوا نروح لهدافه بطولة الدوري العام حتى الآن، هداف الإنتاج الحربي والدوري حتى الآن مناصفة مع حسين الشحات عمر السعيد من نادي الإنتاج الحربي 7 أهداف، كان أحرز هدف من ضربة جزاء في لقاء النادي الأهلي. ومن مصر المقصة حسين الشحات اللي بيظهر بنموذج مختلف هذا الموسم وابتدى يدلنا بقى مهاراته التهديفية 7 أهداف، كان أحرز هاتريك في آخر اللقاءات. الإسماعيلي دييجو كالديرون يجي في المركز الثالث ب5 أهداف، ومن الزمالك محمد أشرف رؤى لاعب خط الوسط الارتكاز حتى الآن 5 أهداف مناصفة في المركز الثالث مع اللاعب الكولومبي دييجو كالديرون. ومن المقاولين العرب محمد فاروق لاعب الأهلي السابق والمقاولين ب4 أهداف حتى الآن. نكمل مع حضراتكم مع هدافي بطولة الدوري الممتاز، مصر المقصة فيها جون أنتوي مهاجم النادي الأهلي السابق ب4 أهداف، والصاعد الواعد صلاح محسن لاعب نادي إمبي من مواليد 98 هذا اللاعب وموهبة قادمة في كرأس حربة. من المصري البورسعيدي أحمد جمعة أيضا عنده 4 أهداف، الاتحاد السكندري النجم المهاجم كواكو فابريز جايب 4 أهداف، والمقاولين العرب أحمد علي اللي بيقدم نموذج ليه مرة تانية وعيد اكتشاف نفسه هذا الموسم متألق وأحرز 4 أهداف، ومن وادي دجلة المحترف وتارة أسوف ب4 أهداف وهو الآخر. مع حضراتكم التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في هذا اللقاء، حراسة المرمى محمد الشناوي، سعد سمير وأيمن أشرف، حسين السيد وأحمد فتحي، يعود أحمد فتحي مرة تانية لقيادة الجبهة اليمنى، سعد سمير قلب الدفاع وأيمن أشرف اللي عليه أدوار مهمة جدا في بناء اللعب، أيمن أشرف من اللعيبة اللي أيضا بتجيد اللعب كمساك ومن اللعيبة اللي عندها باص وبيلعب ظهير ايسر يلعب في مركز المساك، وايضا على فكره في الناشئين كان بيلعب كهاف شمال، فايمن اشرف من اللعيبه اللي بتجيب بناء الهجمه وده هيعتمد عليه كابتن حسام البدري في لقاء اليوم بشكل كبير جدا. خط الوسط حسام عاشور مسمار خط الوسط اللي بيحل كل حاجه، كان متالق جدا في لقاء الانتاج الحربي ودايما بيغطي وبيعمل ستاره دفاعيه على
الاربع مدافعين اللي بيلعب امامهم، امام جنبه عمرو السوليه وامامه عبد الله السعيد. عمرو السوليه معدل جري عالي جدا، بيساند في الناحيه الهجوميه مع عبد الله السعيد ويبتدي يزيد، ويبقى حسام عاشور هو اللي متاخر في خط المنتصف على الدايره وبيساند مع عبد الله السعيد، وممكن تلاقي عمرو السوليه من الجانب الايمن ومن الجانب الايسر على حسب تحرك عبد الله السعيد اللي عنده حريه حركه الى حد كبير. لو الكابتن حسام البدري اعتمد عليه كلاعب رقم 10 وما لعبوش على الاجناح، لان في بعض الاوقات ممكن تلاقي عبد الله السعيد يخش على طرف من الاطراف واجايه هو اللي بيلعب في مركز راس في مركز 10. عبد الله السعيد من اللعيبه اللي عندها حلول كتير قوي، بيجيد التمرير، بيبقى هو اللي شايف الملعب، بيعرف ينقل على المهاجمين اللي بيجروا في خلف المدافعين، لان هيكون امامه مؤمن زكريا من اللعيبه اللي بتعرف تجري في ظهر الديفنس بشكل كبير جدا، وجونيور اجاييه من اللعيبه اللي ايضا بتضم كراس حربه تاني وبتعمل خلخله للدفاعات، غير ان هو عنده مهاره التسلم والتسليم تحت ضغط كبير جدا. النجم النيجيري جونيور اجاييه اللي مثله الاعلى انوانكو كانو، وحتى الان هو بيدينا لمحات صغيره كده من نجم المنتخب النيجيري طبعا الشهير كانو. وليد ازارو في راس الحربه، وليد ازارو النهارده هيبقى عليه ادوار كبيره جدا، هيجري ورا الباك اليمين للنادي الاسماعيلي، لان دايما هذا اللاعب الباك اليمين بيتقدم بشكل غير منتظم، فوليد ازارو من اللعيبه اللي بتستفيد من المساحات باكثر من يعني سرعته اكثر من رائعه، هيقدر يتحرك على الجانب الايمن، هيقدر يتحرك على الجانب الايسر، غير ان هو ممكن يجري في ظهر الديفنس البطيء سواء ريتشارد افور او متولي، الاثنين قلبي دفاع نادي الاسماعيلي. دي التشكيله المتوقعه اللي ممكن يبدا بيها الكابتن حسام البدري. نروح لتشكيله فريق الدراويش الاسماعيلي في هذا اللقاء، ومسيو دي صبر المدير الفني الفرنسي، محمد عواد في حراسه المرمى، محمود متولي وريتشارد بافور اللاعب المحترف، بهاء مجدي في الجانب الايسر، ومحمد ابو المجد في الجانب الايمن، وحسني عبد ربه، محمد فتحي، ومحمد هاشم. من المتوقع انه ممكن ما يبتديش بحسني عبد ربه ويلعب بوسط ارتكاز اخر، ومن الممكن انه يبدا بحسني عبد ربه كلاعب عنده خبرات كبيره جدا. خطوره الاسماعيلي هتبقى دايما في المرتدات بوجود وسرعات ابراهيم حسن وكريم بامبو، وفي الامام طبعا دييجو كالديرون، ممكن يكون في تواجد لاسلام عبد النعيم فلاعب خط وسط بيجيد التقدم من الدفاع للهجوم. نادي الاسماعيلي النهارده مش هيلعب على الاستحواذ، ولكن هيلعب على التمركز الدفاعي الجيد، انه ما يفتحش مساحات للعيبه النادي الاهلي، وهيعتمد على المرتدات وسرعه اللعيبه سواء كالدرون او ابراهيم حسن، اسلام عبد النعيم او كريم بامبو. هيبقى في خطوره كتيره جدا على النادي الاسماعيلي، لان الظهير الايمن محمد ابو المجد بيتقدم بشكل غير منتظم، ودايما بيبقى مغطي الاوفسايد في الكور اللي بتيجي عليهم، وده كان باين جدا جدا في كل لقاءات النادي الاسماعيلي، سواء في اللقاءات اللي تعادل فيها النادي الاسماعيلي امام المقاولين العرب او امام انفي، وفي اللقاءات اللي دخل فيها اهداف زي لقاء الاتحاد السكندري. عندنا لسه كلام كتير جدا عن هذه المواجهة الاهلي والاسماعيلي، واحد من كلاسيكيات الكرة المصرية، ولكن بعد هذا الفاصل ما تروحوش بعيد.